عليكم، اهلا بكم في قناتكم معلومات معمليه. هتكلم النهارده على شرايط البول، ومعايا عينه من شرايط البول شركه ميدي تيست، ودي شركه المانيه ويعتبر من افضل شركات شرايط البول. في طبعا شركه كوري وفي شركه تانية صيني، بس انا يعني الحقيقه ميدي تيست كويس جدا، بس مشكلته ان هو غالي. وفي نوع تاني كوري اسمه كومبستيك، نوع كويس جدا. وفي نوع تاني هندي برضو انا جربته وكان كويس، وبيتصنع في اسبانيا فكان كويس ان شاء الله باذن الله. انا دلوقتي مش هتكلم على الانواع، اتطرق للانواع، انا هتكلم على البارامتر اللي موجودة في شرايط البول وفايدتها في الكشف على بعض العناصر وبعض الفحص في البول. طبعا انا ده كومبي 10، يعني عندنا ده شرايط بول 10 بارامتر هناخدهم بالتفصيل. اول حاجة هنا البلد، تاني حاجة اليورو بيلروبين والبروتين والنيتريت والكيتون والسكر جلوكوز والبي اتش والسبيسيفيك جرافيتي والليوكوسيتوزيس. هناخد بالظبط ايه معنى الحاجات ديت. طبعا هنا البلد، لو العينة بتاعت حضرتك فيها بلد، طبعا اول شرط ده خالص، اول حاجة في الالوان دي ده اللون الطبيعي بتاعنا اللي هو مثلا هنا نيجاتيف، هنا 10، هنا 50، هنا 250، يعني بلس 1 بلس 2 بلس 3، وهنا يعني ده لما يبقى فيه كمية من 5 ل 10 وهكذا. طيب لو العينة بتاعتنا راجل مفيش مشكلة. طب لو العينة بتاعتنا جت عينة بول والعينة بتاعت ست امرأة وكان ظهر فيها دم بكثافة او واخد بلس 1 او 2 او اكتر من كده، في الحالة ديت انا بوقف النتيجة لحد سؤال المريض ان هي المريضة هل هي عندها الدورة ولا لا، عشان ظهور البول الدم في البول اسف ظهور الدم في البول ده دليل على وجود التهابات شديدة او مشاكل في مجرى البول او مشاكل عند المريض. فانا ما ينفعش ان انا اكتب في التقرير بتاعي ان هو وجود بول مع وفي نفس وجود دم في البول والمريضة عندي يكون عندها الدورة، فبالتالي انا كده بضرها وبخلي الدكتور ممكن يكتب لها مضاد حيوي وهي مش محتاجاه. فبالتالي لما حضرتك تجي لك عينة فيها دم كتير ظهور دم، وبالذات لو عينة امرأة ست واحدة ست او انسة او تمام، فبالتالي لازم تسألها على الدورة بتاعتها. طبعا لو راجل ممكن يكون عنده املاح او مشكلة او حصوة بتتفتت وبتنزل، ودي في معظم الحاجات بتبقى الموضوع ده، او بيبقى عنده التهابات شديدة سواء كان راجل او ست، بس بعيد عن قلنا في الست لو بعيد عن الدورة. هناخد اليورو بيلروبين، وده بيظهر في حالات الصفرة وحالات المرارة معاه مرتبط بالبيلروبين، يعني الاتنين دول بيعلو ويظهروا مع بعض في حالات الصفرة او حالات المرارة، بس اليورو بيلروبين بيبقى نورمال بتاعه بيبقى فيه نورمال تريس بعكس البيلروبين اللي هو بيبقى نيجاتيف. نيجي على البروتين، البروتين بتاعنا بيبدأ يتدرج من اللون الأصفر لحد اللون الأخضر. طبعا أحسن طريقة للكشف على البروتين هي طريقة التسخين. معظم الشرايط بتاعت البول الكشف عن البروتين بتاعها مبيبقاش دقيق بنسبة كبيرة، فأنا بلجأ للتسخين وبحط جليشيال أسيديك أسيد، يعني بلجأ للتسخين وبحط جليشيال أسيديك أسيد. لو حصل عقارة بيبقى حصل عرقلة بسخن البول، ولو حصل تعكير ببدأ احط نقطة من جليشيال اسيتيك اسيد. لو ده بيبقى املاح، لو ما دابتش يبقى بروتين، عشان طبعا البروتين ما بيدوبش في المية. تيجي للنيتريت، النيتريت بتاعتنا لو بوستف معنى كده ان فيها نشاط بكتيري، وفي الحالة ديت بنسبة كبيرة جدا بيبقى وجود دم وصديد او صديد ودم، يعني كلتا الحالتين او احدهما، وده معناه ان في نشاط بكتيري عندنا اللي هو النيترايت بيبدأ يظهر. يبقى ده معنى كده ان احنا عندنا نشاط بكتيري في البول، وفي الحالة ديت ممكن تشوف البكتيريا في البول، بس الافضل ان انت في الحالة ديت تعمل فيلم وتشوف وتصبغ وتشوف البكتيريا. طبعا الكيتون اللي هو الاسيتون، وده بيظهر في حالات الصوم لفترة كبيرة جدا، وبيظهر في عمليات القيء وفي
ارتفاع درجة وفي ارتفاع السكر لدرجة كبيرة يبقى الكيتون بيظهر لو واحد صايم لفترة كبيرة جدا أو في حالة القيء أو في حالة ارتفاع السكر، ودي من الحاجات المهمة جدا ومن الحاجات اللي هي لازم يتبلغ بيها المريض عشان ما يحصلش فوميتنج أي إغماء. طبعا السكر بتاعنا اللي هو النورمال، وطبعا الدرجة بلس واحد بلس اتنين. طبعا عارفين ان السكر بتاعنا بيظهر في البول بعد ما يعدي المعدل بتاعه 100 180، اللي هو بنسميها الثريشولد بتاع الكدني. بعد ال 180 يبدأ يظهر في البول. في بعض الاحوال ناس بيبقى عندهم الثريشولد 150 فنلاقي ان هو عنده بول في السكر ما عندوش بول في الدم، ودي في بعض الحاجات النادرة واللي بتبقى طبيعية. وفي نفس الاحوال بيبقى زي اللي هي الستات الحوامل، بس الستات الحوامل لازما نحطهم تحت المتابعة عشان ممكن يتطور الموضوع معاهم ويبدأ يظهر في الدم بتاعهم. يبقى احنا السكر من الحاجات المهمة جدا ان احنا لازم ناخد بالنا منها، هي والكيتون. في وانا بعمل فيزيكال اكزامينيشن لتحليل البول، طبعا البي اتش من 5 لحد 9 اللي هو اسيدك لحد نيوترال، ومن فوق 7 يبقى الكلاين. طبعا ده بيبقى مهم جدا ان انا اشوف البي اتش بتاع البول بتاعي عشان اقدر احدد منه الاملاح واقدر احكم عليها، وبالذات في الامورفس لان شكل الامورفس فوسفيت زي الوريد لو بيكون نسبه بسيطه بيبقى الى حد ما شبه بعضيهم، فلازم أن اعرف البي اتش بتاعي. طبعا السبيسيفيك جرافيتي، ودي بتبين لي لو انا في تخفيف في البول، لو انا شارب ميه كميه كبيره، او لا قدر الله انا عندي مشكله في الكدني. طبعا نيجي لاخر حاجه الليوكوسايتوز، وده انزيم بيتفرز من البكتيريا لهضم الريد الوايت بلاد سيلز اللي هو هضم الصديد، وبالتالي وجود اللوكوسايتوز مرتبط بوجود النيترايت. معنى كده اننا في بكتيريا يبقى لقيت حضرتك نيترايت لازما مرتبط مع الليكوسايتوزس. يا رب النهارده اكون فدتكم في نظره سريعه على شرايط البول اللي هي 10 بارامتر واللي هي لا يمكن استغناء عنها في المعمل. يا ريت تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان نوصل لاكبر عدد من المشتركين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.